أيضا يصلي لأجل تحقيق جديد لقوة الله، فيقول أحني ركبتي. أحني ركبتي بيتكلم عن انبطاح، أي أنه كان ينطرح أمام الله في صلاة صراع شديد وطلب شديد أمام الرب. هذا الانبطاح طبعا شيء يعبر عن محبته لكنيسة أفسس، أنه بجاهد في هذه الصلاة. اليهودي عادة بيصلي وهو واقف رافع إيديه، في صلوات كثيرة إبراهيم صلى وهو واقف، داود صلى وهو جالس، إيليا صلى وهو حاني ركبه. ما فيش أسلوب أو طريقة معينة، لكن بولس لما بيتكلم أحني ركبتي بيتكلم عن ركوع الانبطاح أمام الله من أجل كنيسة أفسس. هذه الصلاة كانت صلاة حارة للآب، لأنه في محبة وفي ألفة أيضا محبة الآب. إخوتي وأخواتي، عاوز أكمل في هذا الموضوع، لكن أنا بدعوك إنك تواصل معنا في هذه الدراسة. مثل ما ذكرت إنه أنا بحاول أعطيك مذاق في هذه الدراسة حتى أنت تدرس الكتاب وتتعمق فيه.